من داخل مزرعة الأستاذ أحمد زي ما وعدنا إن هو هيكمل معانا يجاوب على بعض أسئلة المشاهدين. طبعا النهاردة أول يوم رمضان، كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد. كل سنة وحضرتك طيب يا حاج مصطفى، ونورتنا وشرفتنا والله النهاردة لتاني مرة. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. كل سنة وحضراتكم طيبين، ولايك كبير بقى للأستاذ أحمد، كلهم بقى يعملوا لايك يا أستاذ أحمد إن شاء الله، يعملوا لايك ويعملوا شير للفيديو عشان يوصل لأكثر ناس، والناس تستفيد من أي حاجة، واللي ليه سؤال ولا أي حاجة يكتبوا في التعليقات، وإحنا إن شاء الله يا إما أنا هرد عليه يا إما الحاج مصطفى هيرد عليه. هو الأسئلة كتير صراحة، يعني لما حضرتك بعد ما الناس شافت الحمام اللحم اللي حضرتك جايبه من الكويت وأنت جاي اللي هو بختم الشركة الفرنسية، كل واحد طبعا له قريب هناك واللي مسافر بره، وكل واحد قال انا اجيب ايه، ممكن اجيب حمامتين وانا جاي، فكل واحد عايز يعرف الطريقه ازاي اللي حضرتك جبتي بها الحمام ودخلتي بها الحمام مصر، وايه تحكي لنا كل حاجه بالتفصيل معلش يعني علشان ايه نجاوب على كل الاسئله بتاعت ازاي الناس تقدر تجيب الحمام اللحم وتدخله مصر من الشركه الفرنسيه نفسها. لو حد عايز حمام من تبع الشركة الفرنسية، حمام شغال أو حمام زغاليل مثلا أو شبابات، أنا ليا ناس صحابي هناك بيجيبوا من الشركة الفرنسية كويت. تمام. بيجيبوا بيشتروا هم، لأن الاستيراد عندهم هناك مش زي عندنا، الموضوع عندهم سهل جدا يعني مش زي عندنا. تمام. دخول وخروج الحمام والكلام ده من أسهل ما يكون. فهم بيستوردوا، يعني أنا ليا كم واحد بيجيب كل سنة مرة واثنين من الشركة الفرنسية، بيتعاقد معاهم يروح يجيب شحنة وينزلها بيقعد عنده شويه ينتج منها او يبيع على حسب ايه السوق ماشي ازاي. السوق ماشي شغال بيبيع على طول، السوق مريح شويه بينتج ويبدا يبيع الزغاليل، يبيع شبابات ويرجع يبيع الشغال تاني عشان يجيب شحنه جديده. فانا واحد صاحبي رحنا واتفقنا معاه وجبنا، كنا جايبين جوزين ابيض. تمام. وبعد كده جبنا جوز سيلفر وجوز سيلفر اللي هي النتايه دي بس ذكرها للاسف بعد ما طلع كام بطن عندنا ما هناك في الكويت، فاحنا نزلناها دي النتايه هي الاصليه، دي الدبله بتاعت الشركه، دبله الشركه بتبقى بلون للنتايه والذكر بيبقى بلون تاني، نفس الدبله كده بس لون ايه اخد على البرتقاني شويه. تمام. يعني ده ذكر ولا انت؟ دي النتايه، النتايه دايما بتبقى بلون وردي. النتايه بلون وردي. تمام. لون بناتي، لون وردي. تمام. الختم في الجناح اهو، الختم في الجناح اهو، احنا صورناه في الفيديو اللي فات بالكاميرا الماكرو عشان يظهر للناس يورو اكثر. بيجون اهو، يورو بيجون. تمام. ده ابنها بقى، ده ابنها، ده ابنها. يعني حضرتك جبت الالوان كلها ولا في الوان ثانيه؟ في الوان ثانيه. الالوان اللي هي هناك ايه يا استاذ احمد؟ معلش احنا هنا ما نعرفش، انا عن نفسي ما كنتش اعرف غير اللون الابيض. في الابيض وفيه الاحمر، اللي حتى الاحمر منه درجات، بنتهم لونها ايه احمر شويه، وفي طالع هوريك الانتاج بتاعهم، دي ثالث بطن دي، حتى الوقفه بتاعتهم غير الحمام التاني خالص. ده اللي يعني هو دي البطن اللي قبل ده على طول، ده اللي هو ابن الاحمر ده. دي البطن اللي دي لسه بادئ ايه تكتم صوت ما شاء الله. هنشوف حتى من الفرد عامل زي كانه كينج. ما شاء الله. ده الاحمر اللي بيميز حمام الشركه الفرنسيه. أيوه. عضله الصدر. عضله الصدر بتبقى مغطيه على العظمه اللي في الصدر. عضله الصدر في الشركه الفرنسيه بتبقى مغطيه، دي الميزه. ان هو حمام لحم. لله خالص اللحم، خالص اللحم يعني متبقاش زغلول. خالص اللحم اكتر من اي حمام تاني. تمام. يعني مثلا هنفرض مثلا انت ذبحت جوز رمايات او جوز زواجل او جوز جدزليات او جوز بلدي، جوز الزغاليل مثلا وزنهم عاملين 750 جرام. تمام. بعد ما تنضف والدم والعظم والكلام ده هيصحوا مثلا على ايه؟ على 400 جرام، راح 350 جرام في الريش والدم والعظم. صافي اللحم هنقول مثلا طلع 400 جرام. زغاليل مثلا الشركه الفرنسيه جوز زغاليل هنقول كيلو و200، جوز زغاليل كيلو و200. صافي اللحم بتاعهم هيبقى كيلو. ما شاء الله، طيب نسبة التصافي يعني فيه اعلى. نسبة التصافي فيه اعلى. يعني حتى لو هنا تشوف، مع ان الحمام هنا بتبهدل، شوف عضله الصدر عاليه ازاي. لو مربي في سلكات مش سايب. لا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. العيال ما كانوش قاعدين في البيت فالحمام بصراحه متبهدل يعني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يعينك يا استاذ احمد علي. طيب يبقى كده اتفقنا ان هو اللي حضرتك جبتهم ثلاث الوان. جبت ثلاث الوان. في بقى اللون بقى في مصطلحات طبعا ثانيه غير اللي انا هقولها دي، بس احنا هنقول بالمصطلحات اللي احنا اللي ماشي عندنا. في اللون التايجر،
تمام. زي أيوة. مثلا اقول لك زي اللون الباكستاني موجود في الكن، موجود اللون الباكستانيات. تمام. الدبوس الاسود، الدبوس الاحمر، الدبوس الاصفر، ده نوع موجود. وفي اللون الابيض، وفي اللون الاحمر، وفي اللون السيلفر، وفي لون خليط بين السيلفر والابيض، بتلاقي ايه مبقع كده. اه يعني هي الشركه بتطور على طول يعني. مش واقفه على لون معين زي ما احنا. اللي انتجته الجديد بقى، شفت الزغلوله الحمراء اللي احنا شفناها دي، مقارب ليها بقى، بس مسفر شويه، لون اخد على الصفار شويه. لان حتى لما تيجي تشوف، لما تذبح حاجه، لما تذبح زغلولين لونهم ابيض، لحمهم ابيض، غير لما تذبح زغلولين لونهم غامق، فلحمهم بيبقى غامق. الابيض مطلوب اكتر. فعلا لحمه ابيض. فبالنسبه اللي موجود في الكويت، انا اتعرفت على كام واحد هناك بيجيبوا حمام من شركه فلسطين. رحت لواحد منهم وجبنا منه الاربع الثلاث الوان اللي احنا جبناهم دول، جزء سيلفر وجزء ابيض وجزء احمر. تمام. الراجل ده بيجيب من الشركه الفرنسيه وبيبيع هنا. ولو حد عايز، انا ممكن اكتب رقم بتاع الكويت في التعليقات، ولو حد هناك يتواصل. بس المشكله بقى في الايه، في بعتان الحمام وسعر الحمام. ما هي دي بقى، احنا عايزينك تحكي لنا على كل حاجه. جبتهم هنا، دخلتهم مصر ازاي؟ هي دي. اتفضل. الجوز الابيض او السيلفر او الاحمر، هو ما بيفرقش عندهم الالوان. هو جوز حمام وخلاص. حتى هم هناك بيحبوا الحمامه اللي هي شبه الامريكاني. شفت الحمام الامريكاني؟ تمام. التاكسي بقى اسود فابيض، اسود فابيض او اسود فاحمر او اسود فازرق. هناك في الكويت بيحبوا الحمامه دي اكتر من الابيض، واكتر من السيلفر، واكتر من الاحمر. فبيدي لك الحاجات التانيه دي مش عايزها. فالاحمر الابيض السيلفر نفس السعر، مش هيفرق يعني. الجوز هناك عاملين من 75 ل 120 دينار. زغليل ولا كبير؟ كبير. كبير. 75 ل 120 دينار. بتختلف ليه؟ مبلغ كبير بالنسبه. حاج مصطفى دافع فلوس اكتر هناك عشان يمشي مصالحه وكلام من ده. أيوة. فالحمام بقى عليه غالي. احمد بركات ليه مثلا، عارف هناك جاب الحمام بسعر ارخص شويه. فدي تلاقي ده بس حسب ما هو صارف 75 او 80. الحاج مصطفى باع ب 100 دينار. تمام. 100 دينار لما نحسب ال 100 دينار دلوقتي كام؟ لا كتير. 100 دينار دلوقتي 6000. 6100 مثلا. 6000 احنا نقول احنا جبنا بارخص سعر 80 دينار مثلا. 80 دينار دول عاملين كام؟ معدين ال 4000. ما شاء الله. بس هو اللي بيجيب عشان يعمل منها سلاله. بالظبط. يعني ممكن هيضحي عشان يجيب جوز. مش مشكله. مش مشكله. بس الجوز اللي انت بتجيبهم ما بيديكش معاهم لا بيض ولا زغليل. ما هوش مشكله، احنا عايزين السلاله. بعمل ايه بقى اللي بيبيع؟ بعمل ايه؟ بعمل اوضه زي دي للذكوره، واوضه ثانيه للنتي. تمام. يدخل يقول لك نقي الذكر اللي انت عايزه. ما شاء الله. تقعد تقف تتفرج كده، انا هات لي الذكر ده. ماسك الذكر واخده. تدخل الاوضه الثانيه تنقي النتاي اللي انت عايزه. ما شاء الله. وتاخدها وتمشي. حاجه جميل. دي مزارع كبيره يا استاذ احمد ولا ناس جواها زينا؟ هناك عندهم منطقه اسمها الوفره ومزارع الوفره. دي كلها عباره عن مزارع. مزارع نعام، على مزارع غزلان، على تماسيح، على حمام، على ديوك برهمه. ما شاء الله. فراخ جميع الانواع، حمام ما شاء الله. جميع انواع الطيور اللي تخطر على بالك موجوده في المزارع دي. ما شاء الله. كل واحد بقى ليه مساحه بقى. طبعا الناس اللي في الكويت هيسمعوك، المصريين وهيعرفهم ويجيبوا هم جايين. لا والله صراحه يعني الكويتيين يعني ما شاء الله عليهم. لا ما بقول على المصريين، هيجيبوا هم جايين اللي بيشتغلوا هنا. هم جايين بقى. موضوع الدخول الحمام هنا بقى ده، في ناس